لكن اللي لسه ما انتهاش هو احساسنا بالفخر وبالسعاده مع كل خبر جديد متعلق بالفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي عاملين نجاحات مدويه الحقيقه في مدينه مكناس المغربيه، حيث بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه حاليا، واللي مع كل مباراه الحقيقه رجال يد النادي الاهلي بيثبتوا ان هم مش مجرد اداه وقدود، احنا بنتكلم في ان كل نتيجه بتحمل على الاقل دبل سكور. فمره ثانيه لازم نتوجه بالتهنئه لكابتن ياسر الرملي المتواجد حاليا في المغرب وهو رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي، ونتعرف برضه منه على كواليس الفريق في بطوله كاس الكؤوس. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك ومبروك جديده. صباح الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. صباح الفل عليك وعلى جماهير النادي الاهلي العظيم. ربنا يخليك. مباراه برضو كان فيها التالق من جانب النادي الاهلي لافت للانظار، ونتيجه كبيره جدا اتحققت على حساب فريق اسفا السنغالي، فبرضو نعرف من حضرتك ملابسات هذا اللقاء واللي جاي ايه برضو ان شاء الله. لا يعني الحمد لله الاولاد من بعد الدقيقه 10 في المباراه سيطروا عليها تماما، يمكن لحد الدقيقة 10 كان فرق السكور جونين، انما من اول الدقيقة 10 الولاد بدأوا يوسعوا الفارق. كانت الحمد لله التركيز زي ما بدأنا البطولة ولحد دلوقتي بنأدي كل المباريات بقوة مهما كانت قوة المنافس اللي قدامنا. فالحمد لله نتيجة كويسة مطمئنة، يمكن الفريق الحمد لله عامل أعلى سكور ما بين الفرق كلها حاليا. ربنا يسهل ان شاء الله. احنا دلوقتي بنستعد ان شاء الله، عندنا تدريب صباحي كمان ساعه بالظبط، عندنا بكره مباراه نصف النهائي مع فريق انتل كروب الانجولي، فريق قوي جدا من الفرق المرشحه، وعندهم امل ان هم يكسبوا البطوله. يمكن تقريبا جايين كاملين، يمكن اقول لحضرتك هم منتخب انجولا باستثناء الاثنين لاعبين المحترفين بره، ففريق كامل، فريق قوي، عندهم عناصر قويه جدا، عناصر تمتلك مهاره وقوه وسرعه. فان شاء الله باذن الله نأدي برضه مباراه قويه بكره، المباراه تكون الساعه 5:30 بالتوقيت في القاهره باذن الله. ان شاء الله. طيب كابتن ياسر طبعا صباح الخير على حضرتك، ومعلش انا هروح لتفصيله يعني هي مش في صلب الماتشات ولكن هي في العموم، لان محتاجين كلنا برضو نعرف الجمهور، من حضرتك ناخد هذه المعلومه. يعني زي ما حضرتك قلت وزي ما كلنا عارفين هذه البطوله غايبه عننا بقالها فتره، ولكن لما رجعت لنا تاني احنا بنرجع وبنرجع بقوه الحمد لله. حتى هذه اللحظه اللي احنا بنكلم حضرتك فيها احنا عاملين اداء مشرف جدا وسكور حلو قوي. فالتفصيله اللي تهمني ليه احنا كنا غايبين عنها وليه دلوقتي ما شاء الله احنا راجعين وراجعين بقوه، التويست اللي حاصل او التغيير اللي حاصل، خلينا نعرف من حضرتك، لان ده اكيد فيه او نتاج مجهود على الارض مبذول بشكل مختلف تماما، فحابين برضو الجمهور يبقى عارف ده. لا هو يا حاجه احنا اخذنا 2018 2019 خسرنا قدام النجم الساحلي، 2020 البطوله لم تقم بسبب يعني ظروف جائحه كورونا. فيعني السنه دي اخيرا البطوله بعد عده تاجيلات طوال السنه، كانت المفروض تتعمل في شهر ابريل وبعد كده تاجلت بقت في مايو وتاجلت في اغسطس. فالحمد لله يعني واجهت صعوبات كتير لاقامه البطوله دي، بس الحمد لله دي كانت اسباب الغياب يعني عن البطوله. الولاد فعلا متشوقين، وعايز اقول لحضرتك احنا الفريق فريق شاب كله عناصر متوسط العمر بتاع الفريق 24 سنه. اللي عايز اقوله لحضرتك ان احنا من ال 18 لعيب اللي عندنا 12 لعيب اول مره يشاركوا في بطوله افريقيه. فالولاد عندهم حماس، نفسهم يساعدوا جماهير النادي الاهلي. بطوله بطل افريقيا طبعا بطوله قويه، خصوصا في التنافسات اللي بتبقى موجوده ما بين الدول الافريقيه حاليا. فالحمد لله الولاد مركزين، عندهم تشوق ان هم يعيدوا بطوله افريقيا. الحمد لله احنا كنا هنا الموسم السنه اللي فاتت ببطوله الكاس، فيعني عايزين نكمل عايزين نكمل فعلا في اول السيزون.
ان شاء الله ربنا يكرمنا بس. انا بتفق مع حضرتك، انا بتفق مع حضرتك ان فعلا واضح جدا على اللعيبه هذا الحماس والجديه والتفاني والشغل اللي سابق كل هذه كمان المباريات. زي ما حضرتك قلت ربما يعني الخساره الاخيره والتوقف الاخير ما عملش انعكاس سلبي، لا هو عمل انعكاس ايجابي كمان على الملعب، فده شيء يعتبر او يعني يبقى في صالحنا او يعني محطوط في صالحنا احنا. فرائع جدا وبالتوفيق لكم مره ثانيه، وهنتابع مع حضرتك، معلش هنزهقك بس احنا حابين يعني نتابع معاك خطوه بخطوه ونطمن طبعا يا فندم. دايما قناه النادي وطبعا المجلس الاداره ومتابعين الجماهير بتشوف المباراه على موقع الاتحاد الافريقي للمباراه بتتاح يعني رغم عدم اذاعتها في القنوات المصريه، انما الناس بدات تتابع وتتابعها على موقع الاتحاد الافريقي. الولاد حاسين بالاهتمام، حاسين قد ايه مجلس الاداره في ظهرهم. انا عايز اقول لحضرتك يعني يوميا كابتن العمري بيبلغنا، كابتن خطيب بيتكلم يطمن على البعثه يوميا. الولاد حاسين ان الجمهور في ظهرهم والجمهور مطالبهم بالبطوله، فهم حاسين بالمسؤوليه الملقاه عليهم، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ويكملها على خير ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا كابتن ياسر، انتوا عاملين شغل اكثر من ممتاز والله ينور، وان شاء الله تسعدونا بالحصول على لقب هذه البطوله. نورت الدنيا كابتن ياسر الرملي، وفعلا شغل جميل. حاجه كويسه جدا فعلا.